السلام عليكم، هذا شرح نظري للترس الدودي. فائدة الترس الدودي هو لرفع الأحمال. احنا هنا ايش راح نحتاج؟ راح نحتاج الى الموديول مع عامل التعشير، راح ناخذ 5 حسب الجزء العملي اللي راح نشتغله، وعدد الأسنان راح تكون 10. فهنا نقدر نشتغله بالتقسيم المباشر والغير مباشر. اذا مباشر عندنا 360 درجة، راح نقسمها على 10 أسنان، إيش راح يطلع لنا؟ راح يطلع لنا 36. فكل مرة نفر جهاز رأس التقسيم 36 حتى يطلع لنا 10 أسنان، مثل ما موضح بهذا الشكل. زين، إحنا إذا عدنا التقسيم الغير مباشر، القانون شو يقول؟ يقول تي تساوي 40 على ان، 40 على 10 راح يطلع لنا 4. إحنا الترس الدودي حسب الورم الموجود عندنا هذا. طبعا هنا هذه ماخذي اول شيء على شكل قوس، هنا شلون اخذنا؟ حسب الميلان مال سكينه التفريز الموديول، ذات موديول. فاحنا عندنا 5، يعني هذه الار تقريبا تطلع عندنا 2.5. نجي بالنسبه قلنا للتقسيم الغير مباشر، وهنا 40 على ان، 40 على ان يعني 40 على 10. نحرك جهاز راس التقسيم كل مره كل أربع دورات، ونسوي شوط اللي راح ناخذه بهالشكل، هذا الشوط اللي اقصد به. زين، بعد بقى عم قسم هذا العمق الموجود عندنا، هذا عم قسم، طبعا هذا يسموه ادندم، هذا يسموه ديدندم، وهذه زاويه الخلوص. فالنسبه تكون 1 لخطوه الدائره، 1 إلى 1، يعني هاي 2، وزاويه الخلوص التقريبي مالتها 0.2، فطلعنا 2.2. بما نضربه بالموديول اللي أخذناه اللي هو 5، مش راح يطلع لنا عمق السن. زين، هذا بالنسبة للجزء النظري، وهسه نرويكم شلون سوينا هذا بالعملي الترس الدودي.